بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. موضوع الجاهلية، حلقات هر وحن وقصوا هذا الناي أهمية ذا إلي ذا هاي قرشة لقران هاي الجاهلية. حلقات وحن وقصوا لنا جاهلية محاتهاي استعمالك هي استعمال كذا أرجان يا استعمالي محوصة واستعمالي عليها سيا حال غضن أي كسب سنتهي ويكاد لدونها جاهلية وأرى علميات أرى علميات كاسنا وحي سودري ونبي كسودري عليه الصلاة والسلام هذا القرآن يهي يهدو سنة يهي با هيا مركو أبوه الرئيسي استعمالي قرآن كهر إيو وحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عرب ما يستعمالي چرين ومن أو سنة هين أري علمية دماء هين لغة هان وحي يستعمالي چرين جهلي إيو يجهل جهلة أريد استعمالي تشيلين وحنا استعمالي تشيلين لوا معنى معناها معناها كوبات وحو هال جهل وأه عدم العلم قفكو معرفة أما علمي أين وصل لحين ويستعمالي تشيلين waxay kala u isticmaali jireen qofka aan dulqaad ka lahayn oo wax yar oo ka xanaaqaya xuduud ka celinaya jawaab ka celinaya ka santaagaya dulqaadna aan lahayn wax yar oo aan sagaarabi iska dhihin buu ka xanaaqaya markaasu jawaabna ka celinaya aan ku habboonayn nin raga نو وين عاقل عن كوها بونين عرب هي عاقبة في عنا عن يلا نينين وبرشاد وكل دحن ولي هاي عن كو يلا نينين وناق يمدنا يعرف في عن مدنا عن كو يلا نينين قرآن كأي سودقي لفظ جان أيو سمالي ما أرجان علميات كأحنوس سمالي معاني معينة الجاهلية قرآن كأي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي مركو يقوه رئيس استعمالي سيغضا أيضا معناه معاني أيونه استعمالي حالات كالددون أيو استعمالي حالات كسوحي هايين حالات عقلية أما فكرية أو جاهل كأ الله سبحانه وتعالى عليه حق هاي أبو ري ولو هي ضربتها ويتهاي إلا عابده جهلك صفات كذا خصائص تأيلاتها وحيالها غير كأوة جاهل كأه علاقات كأي حرير هذا أي لا لا ذا هي ولو هي ذا حق هاي أما إله حق هاي أو لا لا هي خلقك بني آدم كا قفك لفتيسة علاقاتك أولى لي هاي أن قرنينين وحكو هبون أصغى إنو الله سبحانه وتعالى كل تعامله أن قرنينين أدبتي أخلاق ذا كو هبون إنو الله كل تعامله أن قرنينين وحالات عقلية وقفك كو إيمان إيسا وجهل كان غنى يو الله إيو صفات كيسا إيو وحيالها قارك أولي هاي إيو وين كيسة علمي كيسة إله نماذي سا إله نماذا حقا أن قرانينين لفظي أما أري علميات إيه معناها تصين هي حالة داس عقلي أو جاهل كي هاي شبقي جاهل كي هاي حالة كلا نفسية و
أو أي أسلم على قرآنك لفظاً أو معرفاً علميات كالجاهلية أو أسلم علي حال داس نفسي جاهو حقا مركي مغاشو كبري إسويني أو قلهايو حالة في النفس أو تكبر حقيك إسكوينين إيسو حقي أي سان أقبلينين حقي أي ديد إيسو رفضين إيسو مركي حقي مغاشو حالة داس نفسي جاه ميسا نفتا وحي كتيرو اسوينين يا كبير قران كو لفظ كان اما اري علميات كان ايو او استعمالي سي او توصالي سو حالة دا سيادة هو نفتا كتيرتا او تكبرك اي حقي يلا اسكويني سيا وحو استعمالي قران كو لفظ الجاهلية اما اري علميات كان او استعمالي انو توصيو حالة اجتماعية أو أركتي ذا له دقن كذا له سلوك كذا له عادات كذا له مفاهيم كذا أيو أفكار كذا له أيو شيء أتصي حالة داس أيو قرآن كو استعمالي مركلة استعمالي أري علميات كان الجهلية وحمر صدح أفراد استعمالي لفظ الجاهلية قرآن كو استعمالي إلى علميات كان وحو استعمالي حالة سلوكية أما يعني وحوي غفكو أوسن حقي راعين وهو ذي سو راعي نلشي أو كما مولي نلشي أو راعي وحالة سودكي سبحانه وتعالى وحقه أو سنولاشي كو مامولينين أو سنولاشي كو حكومينين أو كو حكومة هيا هو أو كو حكومة هيا وحيرا هو أي لغونا اللوغي ومقع لسية تشريع وشرعي لغادة غي لسية سفة شرعية عن مضنين إن لسية أي مركي حالة دا سيد عادة وبلشاء كد عادة مجتمع كد عادة قف اي كدعه ايو قران كو استعمالي حاله داس ايدا سي او توصالي لفظي غاني الجاهليه او يعني اري علميات قار وها قران كي وحي سو دغين حالات كاس ايو مارتي وحا وي قران كو او استعمالي ميد كاستنا وحنا نو ايمان دونتا هدي الله يدمو تفاصيل شدو أيان سيجارة وقري دونا وحا مركا ميشان لغو مارمانا حالات كسيقا وحالة دم وهرية سمدة عالقة حالة عقلية هي حالة نفسية حالة اجتماعية حالة وحوية غفك أو يحكم حياته بغير ما أنزل الله بغير الشرع الله وكو حكمه مركي لشرحه أما لشرحه غف والبائن وإسكو فيريو حالات كسيقة نفس الديس حقيبي كتاقنت ما كفك تحي هدي كفك تحي إلهي وكما هذه سبحانه وتعالى وحياتي الشيء حالة كسيجة كفكتهاي هدي أي حالة دي حالة كاسقار كمذا وسكه لنا أو أجادو إن حالة جاهلية حياتي السا أي كتر تكسو جنتهاي سيداس درت هذا دو سكه وده لنا أو أجادو إنه جاهل يكون وريهاي سيداس درت هذا أي تهاي إنه هدو سن سيدس أوربين جاهلية أوربين جهل إنه كون ورادة أو سنسيس أوربين إن أو موقف كقاعته أما أيضا دورته أما أو دورته ويحسد أغبح لها يوح أغبح لها جهلية داس وكون نقول لها قف إسلامية قف مسلمة ونقول لها
qof diinta ilaahay haysta uu noqon lahaa, qof diinta ilaahay noloshiisa ay tandiimine ay tafqiifinayso, yacni aqoontiisa iyadu ay saxayso, aqoontiisa iyadu ay salaynayso, istiqraar u yeelayso, tawajuhaadkiisa iyo meesha u jeesanahayo, akhlaaqiyaadkiisa iyo suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo noloshiisa oo dhan oo ku saxayo islaamka, islaamka uu noqdo midka hogaaminaya, midka noloshiisa tandiiminaya, tan akhlaaqiga iyo midda kaleoo maaragtay wax mucaamalaadka ah, midda ijtimaaciga ah, midda iqtisaadiga ah, noloshiisa oo dhan si uu jahliyada uga baxo, inuu doorto inuu waxa weeye noloshiisa uu ku tandiimiyo. Qofku ma dhici karto inuu xaalad dhexe oo saddexaad ku noolaado, ima inuu xayaata islaamiya ku noolaado iyo inuu xayaata jaahiliya ku noolaado, labada wax kama dhexeeyaan. Meel u dhexaysa ma jirto labadeeda, islaam iyo jaahiliya meel u dhexaysa ma jirto. Marka xaaladka sayada markii la sharxo, aayaadkii iyo nusuustii sharxaysay ay lasoo cardiyo, in uu qofkii uu go-aan qaato, go-aanka uu qaadanayana uu noqdo ima inuu islaamkii qaato oo u jahaysto, noloshiisana ku tandiimiyo, iyo inuu jahiliyad doorto oo sidii uu maaragtay waxa weeye markaas jahiliya noloshiisii uu ku tandiimiyo, qawaaniinteeda ku tandiimiyo, axkaamteeda ku tandiimiyo, iyadoo noloshiisii ay hagto, ay tashkiiliso akhlaaqiyaadkiisa, mafaahiimtiisa, suluugiisa, dhaqankiisa, ay jahiliya ay iyadoo ay sugto. Labadaas maaragtay waxa weeye inuu mid qaato ayaa meeshii ka soo baxaysa laga maarmaan noqonaya. Waxa aan ugu yeeraynana waxa weeye jahiliya wax dad loogu yeero ma aha. Jahiliya inuu ka baxo, inuu noloshiisa ka sifeeyo, inuu qofkii taskiya noloshiisa uu ka sifeeyo, uu ka taskiyeeyo ayaan ugu yeeraynaa islaamkana uu noloshiisa ku tandiimiyo. Marka waa geli doonaa tafaasiishii, waa noo iman doontaa haddii alla idmo. Xaaladkan haddaan soo sheegnay, qur-aanku sida uga hadlay iyo isticmaalaadkii qur-aanka sida uu isticmaalay ayaan tafaasiishiisa ay noo imaan doontaa xalaqada soo socota haddii alla idmo. Intaas ayaan hadda kusoo gaabsanaynaa. Wallaahu aclam, ana aqulu wakiil.